بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل شوية لوبيا ورز بشعرية. في الأول هنحط الحلة على النار ونحط شوية زيت عشان نحمر فيهم الشعرية، ونحط كمية شعرية زي ما انت عاوزة، يعني ممكن تزوديها شوية ممكن تقلليها شوية براحتك، يعني في ناس بتحبها قليلة في الرز وفي ناس بتحبها كتير، لغاية ما لونها يبقى ذهبي كده تاخد اللون ده بنحط لها الرز، وبنقلبها معاه شوية مع الرز. بعد كده بنجيب المية، كمية مية على ايه، على قد كمية الرز، ممكن تبقى يفضل تبقى مية مغلية يعني. انا ما بعايرش، فبحط انا مية كده يعني بالتقدير كده. وبعد كده بنحط معلقة ملح، ونغطي عليه ونسيبه لما يشرب المية، نهدي النار عليه ونسيبه بقى لغاية لما يستوي. على ما الرز يستوي بقى ممكن نروح ايه نعمل اللوبيا. انا طبعا كان عندي حتة تقلية في الفريزر ببصل وتوم، طلعتها من الفريزر وكنت بليت اللوبيا وخدتها غلوة كده، بليتها يجي 4 5 ساعات، وخدتها غلوة وصفيتها وغسلتها وحطيت الطماطم تسخن، دي تقلية كانت متشالة في الفريزر. وهحط عليها اللوبيا، وطبعا كانت الفراخ خلاص استوت وفي شوربة موجودة. بضيف عليها شوربة، واسيبها لغاية لما تستوي. كده الرز شرب المية خلاص، فأهد عليه النار وأحط تحته اللي هي الشياطة، وأهد عليه النار وأسيبه بقى يكمل سواه. وده بعد ما خلصت الفراخ واللوبيا والرز. وكده الأكل جاهز، وإن شاء الله يعجبكم، وبالهنا والشفا.